السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج من هدي الرسول يسعدنا دائما أن يكون معنا الدكتور محمد معبد المدير العام للشؤون الفنية العلمية بالأزهر الشريف والمشرف العام على لجنة إحياء التراث أهلا وسهلا في الطب دكتور من الموضوعات اللي ورد فيها حديث كثيرة موضوع المسؤولية وحديث اليوم عن المسؤوليه هو الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور زي ما تعودنا في البداية حابين نحن نتعرف على المعنى العام للحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم المسؤولية والأمانة الملقاه على الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الإنسان هباءً ولا سدىً وإنما هو خليفته في أرضه وحمله الأمانة العظمى التي عجز عن حملها السماوات والأرض. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم لكلكم راع يبين ان كل انسان في مكانه وفي زمانه وفي موقفه بالنسبه لغيره لديه شيء وامانه وحمل هو مسؤول عنه وعن حفظه وعن رعايته وان الله سبحانه وتعالى سيساله عن هذه الامانه يوم القيامه وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذه الامانه وحمل المسؤوليه بدايه من أعظم مسؤول موجود إلى أدنى مسؤول بداية من ولي الأمر إلى الخادم الموجود في البيت فبين أن كل واحد منهم في موقعه لديه مسؤولية عظيمة هو مسؤول عنه فقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع يعني حافظ مؤتمن مسؤول عن حفظ ما وكل إليه من الأمانة وكلكم مسؤول عن رعيته يعني محاسب عما فعله في هذه الرعيه هل قام بشؤونها وحفظها وصيانتها ورعايتها او ضيع ذلك. فيقول الامام راع ومسؤول عن رعيته يراد به الامام وهو كل من كان في موضع الحكم والولايه والسلطه سواء كان ولايه عظمى مثل مثلا الملك والامير والحاكم والسلطان او من دونه بحسب موقعه فهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله يعني في أهله وبيته ومسؤول عن رعيته والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وهذا التدريج رغم أنه يبين أن الجميع مسؤول لكن المسؤولية متنوعة فالإمام المسؤول مسؤوليته ورعايته تعنى بالإقامة والحماية والرعاية الإقامة للعدل والحمايه للرعيه ورعايه اوامر الشرع فيهم والحرص على مسؤوليتهم ننتقل بعد ذلك الى الرجل في بيته رعايته هي السعايه عليهم والحفظ لهم وتلبيه ما يحتاجون اليه من المصالح والامور ثم المراه بعد ذلك والخادم رعايتهم هي رعايه حفظ وتدبير لما استرعاهم عليه من هو فوقهم من السيد او الرجل الذي في البيت يبقى الامر ان نقول طيب والذي ليس تحته يعني رعية يرعاه أين مسؤوليته نقول مسؤوليته وأمانته ورعايته لنفسه فالله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النفس وأعطاك هذا الجسد وأعطاك أوامر الشرع فأنت مسؤول عن رعاية نفسك وحفظها فيما يصلحها وفيما يؤدي بها إلى طريق الخير والصلاح وتبعدها عن كل ما يؤدي بها إلى طريق الهلاك والخسران إذن فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته ومن أعظم الذنوب أو من أعظم الآثام أن يضيع الإنسان ما استرعاه الله وأتمنه عليه. طيب دكتور يعني في في بداية الحديث النص كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بينما بعد ذلك الحديث يعني تطرق إلى أصناف أو فئات معينة الإمام والرجل والمرأة والخادم ربما يرى البعض أو يتساءل لماذا ذكرت هذه الأصناف دون غيرها بينما في بداية الحديث يفهم أن كل إنسان هو مسؤول وأنه هناك من هو سيكون مسؤول عنه. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالأمثلة المباشرة القريبة من الفهم والملاصقة لنا فما منا من أحد إلا وهو في موقعه مرؤوس بالحاكم والأمير الذي يرعى الدولة التي يعيش فيها أو المكان م. الذي يعيش فيه وما من في الغالب يعني إلا ولديه أسرة هو م. مسؤول عنها والغالب أيضا المرأة تكون م. إما ربة بيت فعندها مسؤولية وأطفال أو تكون هي م. بنت أو أخت أو كذا فمسؤولة في البيت الذي فيه م. حتى الخادم أو العامل سواء كان خادما سيد أو خادم يعمل في المصالح العامة فهو أيضا يعني يعتبر راع لما لكن نقول هل هذا محصور او هذه لا هذه امثله لكن نقول الخلاصه كل انسان في مكانه فهو راع ومتحمل لامانه سيساله الله عنها. مم. طيب ده دكتور ياخذنا برضو لسؤال وهو انه الله سبحانه وتعالى حينما يقول او حينما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان الكل مسؤول ومسؤول عن امانه وهنا نعود الى من الذي حمل الانسان هذه الامانه او من الذي اعطاه هذه المسؤوليه، وربما يعني كما يقولون في علوم الاداره ان المسؤوليه تقابلها سلطه او يقابلها يعني انت تاخذ صلاحيات معينه باعتبار انك والي فانت بالتالي يقابلها مساءله اذا يعني لا. تم اساءه استخدام هذا المنصب او هذه السلطه او فهنا وكانه الـ الـ هذا المنصب ايا كان المنصب هذا الزوج كونه زوج هذه المراه كونها زوجه هذا الخادم كونه موجود خادم في بيت من البيوت هو امر لم يصل اليه بنفسه وبالتالي فكانه الله سبحانه وتعالى اوصله الى هذا المكان او قدره له بشكل او باخر نعم. ومن ثم بالتالي الله سبحانه وتعالى له الحق في ان يسائله على آه هذا الامر. نعم. نقول في البدايه آه ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان لحكمه. نعم. فبدايه خلق الانسان له حكمه. فلم يخلق الله سبحانه وتعالى ادم وذريته الا لحكمه يعلمه سبحانه وتعالى وهو الاستخلاف م. في الارض وحمل الامانه ولهذا السبب العظيم فضل الانسان الصالح المؤمن على الملك المقرب لان هو تحمل امانه واعطي ادوات الاختيار كما تقول ان هو الامانه دي هيصلح فيها ويقوم بها ولا يضيعها ويفرط فيها فنظر لانه اعطي الخيار واعطي القدره واعطي القرار وسيحاسب عن ذلك أصبح مقدما على الملك الذي لا يستطيع إلا أو ليس لديه إلا خيار الطاعة المطلقة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون فإذا نقول أن هذه المسؤولية هي سبب تشريف الإنسان وسبب تفضيله على جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر أن الحياة خلقت دار اختبار وامتحان وهذا رعاية الإنسان لما استرعاه الله عليه هو أحد اختبارات الحياة الدنيا التي يختبره الله فيها. فالله سبحانه وتعالى كما ابتلى الإنسان بأوامر الشرع التي تنظم حياته في تعامله مع الله ومع الخلق، أيضا سيبتلى الإنسان بأن يكون مسؤول عن آخرين وينظر الله كيف يعاملهم وكيف يحفظ عليهم، وبمقدار رعايته لهذا الله سبحانه وتعالى يكون ولا يوجد مسؤول إلا وفوقه من هو أعلى منه حتى نصل إلى المسؤول الأعلى الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عما استرعى في هذه الرأي مم. طيب دكتور برضو لفظ مسؤول مم. لما نتحدث عن الحاكم أيا كان درجته مم. لما نتحدث عن الرجل نعم لما نتحدث عن المرأة مم. مع الأولاد وفي بيت زوجها لما نتحدث عن الخادم لفظ مسؤول ربما احنا كبشر بنهرب منه ودايما نحط للاشخاص اللي في موضع المسؤوليه منصب او مسمى اخر يوحي بانه هو صاحب السلطه او صاحب لكن بيغيب عنا المسؤوليه او معنى المسؤوليه في المناصب او في التولي يمكن أن نستبدل كلمة مسؤول بكلمة أخرى نقول كلكم رئيس وتحته مرؤوس مثلا لكن التعبير بمسؤول تدل على خطورة المكانة مسؤول يعني ستسأل مسؤول يعني ستحاسب إذا أعد لكل شيء جوابا والمسؤولية من جانبين مسؤولية ممن هو أعلى منك منصبا ومكانا سيسألك عن ما أصلحت أو ضيعت فيما ولاك فيه ومسؤوليه امام الله اللي هي مراقبه الضمير الذي لا يطلع عليه م. الا الله. فالمسؤوليه مشتركه ان كان فوقك من هو اعلى منك سيحاسبك. ما ياتي الحساب الذي هو فوق الله، فالانسان يستطيع ان يخدع الانسان الذي مثله لكن ممكن ان يخدع الله سبحانه وتعالى. صحيح. نعم. ممكن ده دكتور يعني الحقيقه بيخرجنا من كثير من الاشكاليات اللي احنا بنشوفها انه لما بيكون في نوع معين من العلاقات ما بين آه رعيه وراعي انه بنبص هو احسن وبالتالي انا احسن هو اساء فانا كمان انا ممكن اسيء هو لم يقم بدوره فانا بالتالي كزوجه انا لن اقوم بدوري بينما هنا الحديث وكانه بيوجهنا الى انه كل انسان ملوش علاقه بدايره العلاقه اللي هو موجود فيها قد ما هو له اتصال بالله سبحانه وتعالى هو اعطاه هذه المسؤولية وبالتالي م. هو بيعامل الله سبحانه وتعالى نعم. في هذا المكان أو في هذا ال... نعم. نعم. حضرتك تشير إلى نقطة حساسة ودقيقة جداً فعلاً مهمة جداً في الموضوع. هو ماذا لو كان الذي أعلى مني لا يقوم بواجبه؟ م. فهل أتخذ هذا ذريعة أن أضيع أنا م. ما علي من الحقوق؟ وهنا يأتي دور المراقبة لله سبحانه وتعالى والشعوب المسؤولية وان الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام سيجمع الجميع وسيحاسب كل انسان على مسؤوليته وهذا يظهر مثلا كثيرا في عقوق الابناء للاباء او للامهات بسبب ان الاباء او قصر. الامهات قصروا م. او لم يعطوهم الرعايه ان هذا لا يبرر هذا م. فالله سيسال الاب عن رعيته وابنائه وهل احسن اليهم او قصر وسيسال الابناء عن برهم بابائهم كسله الرحم ايضا أن قريبي يسيء إلي ولا يرى الله في وفي حقي فهل أسيء إليه جاري الذي لا يرى حق الجوار هل أيضا أنا أسيء إليه بالمعاملة بالمثل رئيسي في العمل يسيء ويظلم وكذا فهل أنا أيضا لا أعطيه حق العمل وأتذرع بذلك الإسلام لا يدعو إلى ذلك بل يدعو أن يكون كل إنسان يقوم بالواجب الذي عليه وأنه إذا ظلم أو قصر في حقه يتأكد تماما أن الله سبحانه وتعالى سيوصل هذا الحق إليه وإن لم يكن في الدنيا فلابد أن يأتي يوم الحساب فيوصله الله كل ما نقص من حقه يوم القيامة دكتور يعني قبل الختام كنا حابين نعرف من حد إيه هي الرسالة التطبيقية اللي ممكن نخرج بها من هذا الحديث بحيث أن احنا في الحياة تكون هداية ونور لنا في تعاملاتنا اليومية آه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان على هذه الأرض هو متحمل لأمانة ومسؤول عنها وكلما زادت هذه المسؤوليات كلما زادت أمانته ومسؤوليته وكلما زاد حسابه فيا أيها الإنسان المسترع أو الموجود في موقع مسؤول عن غيرك لا تعتقد أن هذا تشريف وان هذا من يعني زرد الدنيا بل هي كلما زادت مسؤولياتك كلما زاد حسابك وكلما ثقلت عليك الامانه كلما كان حسابك اعظم فانتبه لذلك وابدا اولا برعايه الله في امانتك التي استامنك عليها وهي رعايتك لنفسك وحفظك لها والقيام فيها بأوامر الشر ثم بعد ذلك تبدأ بالدائرة الأقرب فالأقرب يعني منك فرعايتك لنفسك ثم رعايتك لمن حولك من الأبناء والأولاد والوالدين والأهل ثم بعد ذلك رعايتك لمن هم معك في العمل أو مرؤوسيك ثم بعد ذلك الرعاية للحقوق التي عليك ممن فوقك وتستشعر أن الله في يوم من الأيام لا بد سيحاسبك عن هذه الأمانة والرعاية فليحرص الإنسان على أن يؤدي هذه الأمانة بقدر ما يستطيع وبقدر ما يقدر عليه حتى ينجو يوم القيامة دكتور يعني هنا احنا شايفين انه الحديث بيتكلم على فكره المسؤوليه والدور الذي يقوم به كل شخص وانه سيحاسب عليه. قبل الختام هل هنا بيفترض نوع معين من رد الفعل او الاستجابه من هذا هذه الرعيه او من هؤلاء الاشخاص اللي بيكون الشخص مسؤول عنهم؟ يعني مثلا بنتكلم على الزوج فكونه مسؤول عن البيت او كونه مسؤول عن رعيته مم. اللي هي الاسره هل ده يتطلب نوع من الاستجابه من الاسره؟ تقبل هذا الدور نوع من تقبل الرعيه لمسؤوليه الحاكم نوع من الاشخاص اللي هم ما هم دون الخادم في تقبل قيامه بهذا الواجب أو أنه ده منوط صلاحياته وبالتالي يكون في نوع من الاستجابة المعينة آه نقول أن المطلوب من الإنسان هو أن يقوم بدوره من حيث بذل الأسباب واستفراغ الوسع في الأمر أما النتائج فهو غير مسؤول عنها بمعنى أنني بذلت النصح لأولادي ولأهلي ولأهل بيتي وقمت بكل ما أستطيع لهم من أسباب الخير والرعاية لمصالحهم أن يكون هناك قبول لما أعمل أو يعني نتائج دائما استقبال حسن لهذا ليس مطلوب كما نقول نرجع إلى قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ فرسول صلى الله عليه وسلم وكل نبي أرسله الله يطلب منه أن يقوم بدوره في الرسالة التي أرسل الله له إلى من أرسل إليهم فيبلغ لكن الاستجابة والهداية ليست من أمين وانما صحيح هذا الامر صحيح من جانب الشخص المسؤول لكن نعم. من جانب انه نحن الرعيه مم. ممكن برضو نحن احنا بنشوف احيانا انه في عدم توقير نعم. لدور هذا الراعي بشكل او باخر وبالتالي كنا نعم. حابين نعرف انه الاسلام ماذا يوجب على هذا الشخص كما اوجب على الشخص المسؤول انه يقوم بدوره نعم. وانه لا ينتظر رد فعل معين، لكنه بالفعل هناك نوع معين من التوطئة نعم. لهذا الشخص إنه يقوم بالدور. نعم بتاعك. أن الله سبحانه وتعالى كما أنه جعلنا فوق بعض طبقات، فقد أمر دائما أن يكون الأدنى مطيعا للأعلى طالما أن الأمر يكون في حدود شرع الله وفي حدود ما أمر الله، فلذلك أمر الأبناء بطاعة الوالدين. وامر الرعيه بطاعه الامير او الحاكم نعم. فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نعم, وه... آه. آه. نعم. نعم. اذا فالله سبحانه وتعالى امر بالطاعه وامر ان يكون الانسان بما انه راع يقوم بالواجب أمر الرعية أيضا أن تطيع هذا الراعي وأن تأتمر بأمره ما لم يأمر بما يخالف الله أو يصادم أمره شرع الله سبحانه وتعالى وبالتالي تستقيم الحياة. تستقيم نعم. نعم. وأن الذي يخالف يعتبر عاصيا لله سبحانه وتعالى نعم. فالذي يخالف أمر والديه عاق والذي يخالف أمر مرؤوسيه او من تمر او امره الله عليهم فهو ايضا عاصم لله سبحانه وتعالى لان عموم الامر واطيع الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نعم. كده متابعينا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من برنامج من هدي الرسول في الختام نتوجه بالشكر لفضيله الدكتور محمد معبد المدير العام للشؤون الفنيه العلميه بالازهر الشريف والمشرف العام على لجنه احياء التراث شكرا جزيلا لفضلك. شكرا شكرا لكم متابعينا الكرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته